هل يجوز الاكتفاء بالقرآن والسنة النبوية فقط دون الانتماء لأي مذهب؟ يجوز طبعا، الأصل أنك تنتمي للكتاب والسنة، لكن افترض أن المسألة ليس فيها دليل واضح لديك وعليها إجماع، وعليها إجماع، فالإجماع ما أخذت حجته من الكتاب والسنة. قال تعالى في كتابه الكريم: من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا.